أنا بيتي ساكنة ببناية 6 طوابق، بيتي هو الثالث، وبنايتنا كتير كبيرة وضخمة، وكان الزلزال ضارب فيها من تحت. نايمين الساعة 4 الصبح، عم فيق على صوت زوجي واقف بنص الغرفة وعم يصرخ يا رب العرش شو هاد، شو عم بيصير. أنا توقعت حالي أنه عم أحلم يعني. لحظة تانية هز منيح، قمت فورا أعطيته بنتي لزوجي أنه بدي أنه خلص أنه طلع من البناية. وعشنا حالة رعب ما أنا طبيعي، نايمين بالبيت بأمان الله أنا ومرتي وصغيري. فجأة فقدت أصوات، البناية عم تهز، التخت عم بيهز، وصرت قمت صرت أدعي يا رب شو هذا، بعمرنا ما عشنا ما شفنا هالشي يعني. فاقت مرتي على صوتي وهيك، فورا عطتني صغيري، فتحت الباب ونزلت. طبعا صار يتكسر شيء بالبيت جوا الحيطان، نزل البراد على الارض يعني، ما بعرف ما اخذت بها الموضوع. نزلت حملت صغيري ونزلت لتحت، ما طلع السلم انت وطالعه، صار ينزل الحجار، صار ينزل الحجار بيناتنا يعني. وميمي عم تضحى، بنتي ملاك الله يخليها ويخلي اولاد الجميع. ففي حيط نزل قدامي، شافوا كيف عم ينزل يعني، وقفت شوي انطرت لحتى نزل. وأصوات البناية كلها جيراني صرنا يعني، هم طلعوا، نزلت أنا من تحت الحيط كمان في قلب الدرج الثاني مطلع السلم، نزلت أجري بالمطلع وقعت كمان أنا والصغيري، قمنا الحمد لله. ما عاد فيني أفكر إلا أنه بدي أطلع، وكل معنى البناية عم تهز وحيط بالبيت عم يوقع، وأصوات صريخ الجيران وأهلي كلهم جنبي كمان، أنه تفكر بعمار أنه يا أنه بده ينزل، وين صار، وصل طلع من البناية. لحتى وصلت على باب البناية، طلعت عينت هيك على البناية، قلت أنا ما رح شوفها وراي للبناية. وصلت وفي عالم، بقى بدي أعطي صغيري لحدا أني يرجع مشان مرتي كمان عم تعيط لي من فوق وزعيق. انزل من الدرج، ما عاد فيني سيطر على حالي أبدا، ما بين دوخة وأجواء المطر وأصوات الأرض وأصوات التكسير الحجار، كأنه حدا لاحقني وراني وعم يكسر وراني. وصلت انزل درجة اوقع 3-4 درجات، وصلت على مدخل البناية باقي كم متر لحتى اطلع، وقع الحيط ما عاد فيني اطلع ابدا اتحرك، وانا عم صرخ انه حدا يجي لعندي يعني، ما ضل غيري. طولت حس حالي انه انا عم انزل من 10 طابق، الدرج ما عاد يخلص ابدا. الحمد لله اجا عمار وخيي صاروا يشيلوا البلوك عني والباطون، وطلعت شفت أهلي وشفت ميمي وعمار، الحمد لله رب العالمين. قل بيني وبين حالي الحمد لله، هلا بشوف إنه إسا شو صاير بغيري، بقول الحمد لله إنه أنا لسه بخير يعني، إنه كل شي بيتعوض أكيد، شعر من شعر بنتي وزوجي وأهلي ببيوت الدنيا.